مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الفطيرة التركية. اول شي بدنا نعمل العجينة. عندي كوب طحين، كوب حليب فاتر، ملعقة صغيرة زبدة، نص ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط طحين، سكر، ملح، خميرة، بحركن شوي مع بعض. بحط الزبدة، بسم الله، بحط شوي شوي حليب وبعجن. خلصنا العجينة. استعملت حوالي نص كوب حليب. هلأ بغطيها وبتركها لتخمر. هلأ بدنا نعمل مع بعض الحشوة. عنا لحمة مفرومة، بصل صغير مقطعة بهيدا الشكل، ذرة، فليفلة مشكلة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة كمون، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وزيت نباتي. بحط زيت بالمقلاية، كمان بحط البصل، بقليهم مع بعض على الغاز. بس قلت البصلة بهيدا الشكل. هلا بحط اللحمة. هلا بقلي اللحمة. بس قلت اللحمة بهيدا الشكل. هلا بحط فوق الفلايفلي. كمان الذرة، ملح، البهارات. حركن مع بعض. هلا بتركن على الغاز مع بعض يغلوا لتستوي الفلايفلي. بس استوت الفلايفلي ونشفت المي بهيدا الشكل. هلا اطفي الغاز وبحطهم على جنب لا يبردوا. بس بردت الحشوة، هلا بدنا نعمل العجينة مع بعض. هيدي العجينة بعد ما ريحت نص ساعة. بقسم العجينة قسمين. برش طحين. بدي اعملها رقيقة عشان تستوي العجينة. كمان بدي رق العجينة الثانية. هيدي الطبقة تركتها أكبر شوي من الطبقة الأولى.
بس خلصنا رق العجينة، هلا بدنا نحطها بالمقلاي. هيدي المقلاي دهنتها زيت نباتي، كمان بحط الحشوة. هلا بحط الطبقة التانية، بسكرها بهيدا الشكل مع بعض. بضغط عليها بهيدي الطريقة. بس عملتها بهيدا الشكل، هلأ بعملها بالشوكة بهيدي الطريقة كمان عشان ما تنفخ. هلأ بحطها على الغاز. حطيناها على الغاز، بتركها حوالي 5 دقايق وبرجع بقلبها. هلأ بعد ال5 دقايق بدي اتأكد انا وياكم اذا استويت. بنشوفها بهيدي الطريقة. هيدي أول ميلي استوت، حطها لنعمل تاني ميلي بهيدي الطريقة. هلأ كمان بتركها حوالي 5 دقايق. هيدي الفطيرة من الجهة التانية كمان كتير شكل حلو، والعجينة رقيقة. لنشوف كيف طلعت من الداخل مع بعض. بسم الله. عجينة مقرمشة وكتير ناجحة. هيدا الشكل النهائي، واو كتير حلوة. هذه الفطيرة التركية اللي عملتها أنا وياكم بالمقلاي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.